طيب، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا صحابي؟ انا احمد شيتو. ساعات كده وانت شغال على الويندوز بتاعك او على الكمبيوتر، يعني ساعات ممكن الظروف كده تضطرك ان انت تفتح، او انت عايز تفتح من تطبيق معين انت شغال عليه، عايز تفتح منه اكتر من نسخة، سي مثلا اني ديسك، او مثلا ميديا بلاير كلاسيك، اي تطبيق انت او اي برنامج انت شغال بيه على البي سي. ممكن الظروف بتضطرك ان انت مثلا فرضا عايز تفتح منه كمان واحد او اتنين او ثلاثة او اربعة او ايا كان حتى الرقم. فالنهارده كده ان شاء الله انا معايا طريقتين هوريك فيهم بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة ازاي تفتح اي برنامج عندك، تفتح منه اكتر من نسخة زي ما قلت لك، يعني عدد لا نهائي، اكتر 100 200 نسخة زي ما انت عايز. يعني الكلام ده هيكون من خلال طريقتين، وانت اختار بقى فيهم يعني الطريقة الاسهل بالنسبة لك، وانا اعتقد يعني ان الطريقة الثانية هي الافضل والاسهل كمان بالنسبة لك. فده هيبقى موضوع حلقة النهاردة ان شاء الله، وبدون رغي كتير يلا بينا يا شباب. طب يا جماعه كده بعد الانترو كالعاده نخش على طول في موضوع الحلقه. طيب بصوا يا شباب، انا مثلا جهزت هنا كده في برنامجين امك، ده طبعا الشرطه كات بتاعهم. هنفترض ان احنا البرنامجين دمت احنا عايزين نفتح منهم اكتر من يعني اكتر من مره، يفتحوا هو ذات نفسه البرنامج اكتر من مره. هنعمل الموضوع ده ازاي؟ بص يا شباب، هديك كده على البرنامج ذات نفسه او الشرطه كات بتاعته يعني، وتقول له كليك اليمين هنا كده، وتقول له بعد كده اوبن فايل لوكيشن، هيفتحك طبعا مكان البرنامج في البروجرام فايل عندك يعني. طيب انت لو جيت وقفت فوق هنا كده هتلاقي هنا في ده المسار بتاع البرنامج. طيب انا في كود يا شباب هسيبه لكم في صندوق الوصف، الكود ده مهم جدا عشان هو ده اللي هنشتغل بيه بالطريقه. انت هتيجي تنزل ده هنا كده. طيب هتيجي تعمل كليك اليمين وتقول له هنا كده نيو، وقول له هنا تكست، افتح اللي هو ايه ملف جديد يعني هنا اهوت. طيب وادي الامر اللي انا سيبه لكم. طبعا وير رير ده عشان بس كان ايه يعني التجربه على وير رير، بس احنا بقى الوير رير ده هنشيل اسمه ونحط اي اسم برنامج احنا عايزينه. طيب هنعمل الموضوع ده ازاي؟ ركزوا معايا يا شباب. احنا لما فتحنا البرنامج وجينا كده على المسار بتاعه اللي هو اللي فوق ده، لو وقفنا عليه هنا تاني كده هنلاقي اهو سي بروجرام فايل اللي هو سلاش لوكال سند. فانت هتيجي كده على اسم البرنامج هنا كده، تاخد اللي هو لوكال سند دي كده تاخدها كوبي، تمام، وهتيجي على ملف التكست اللي عندك هنا كده، وهتيجي هنا على كلمه وير رير دي هتشيلها هنا كده وتحط اسم البرنامج، سهله كده. بعد كده هتيجي على الاي اكس اي بتاع البرنامج ذات نفسه اللي هو هنا ده كده، وتقول له اف 2 عشان تاخدهم بس ايه يعني نعمل زي رينيم كده يعني، وهتاخد كل الكلام ده كوبي كنترول سي، وهتيجي على ملف التكست هنا كده وهتعمل كده. هتيجي بعد كده خلاص دي بقى مش عايزينها ولا حاجه، نزل دي هنا كده خلاص. تمام كده يا شباب، سهله جدا زي ما هي واضحه قدامكم. طيب على الوضع ده هنا كده انا كده بقول له يعني، او الطريقه اللي انا جرح لها يعني، ان انا كده بالامر ده هفتح البرنامج مره واحده. طب احنا عايزين نفتحه بقى مثلا كم مره؟ 2 3 4 بتعرف تعد لغايه كام؟ براحتي، خمس مرات حتى. كل اللي انت هتعمله هتيجي على الامر ده كده تعلم عليه كله كنترول سي، وهتيجي تقول له هنا كده انتر، ودي كنترول في. كل سطر يا جماعه بفتحه برنامج كمان مره، ادي مثلا ثلاثة، ادي أربعة، ادي خمسة، كده اهو ادي خمس مرات. طيب هتيجي بقى كده على هنا فايل وتقول له مثلا سيف از، وهتيجي عندك على الديسكتوب، وهتيجي هنا كده في الرينيم او فايل نيم يعني، هتقول له هنا لوكال سند، هتقول له اهم حاجه بقى يا جماعه دوت بي اي تي، دي اهم حاجه اللي هي دوت باد دي، بقى تقول له هنا سيف، وده خلاص اقفله مش عايزينه في حاجه. طيب ظهر هنا كده ملف معانا هنا كده. بص يا جماعه لما اضغط بقى دبل كليك على الملف ده هنا كده او انتر يعني، بص يا جماعه ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه، ادي خمسه، فتح لي البرنامج خمس مرات. وصل الفكره يا جماعه؟ طيب يا جماعه هنجرب الموضوع بردك على برنامج تاني عشان بردك ايه يعني في تريكه كده مهمه جدا لازم تاخدوا بالكم منها بردك يعني. طيب هنفترض مثلا البرنامج زي اللي هو فري كروب فيديو ده، كليك يمين عليه هنا كده وقول له اوبن فايل لوكيشن، هتلاقيه موجود هنا اهو. طبعا خدوا بالكم يا جماعه في برامج ساعات بتبقى موجوده في البروجرام فايل يعني هيطلع اب هنا كده، في برامج بتبقى موجوده في البروجرام فايل وفي برامج في البروجرام فايل 86، الطريقه شغاله على الاثنين مفيش فيها مشكله ولا حاجه عادي خالص يعني. طب هنخش على 86 اهوت، وفين البرنامج اللي هو فري هنا اهو. طيب بصوا يا شباب هتيجوا برضو كده افتحوا ادي ملف التكست، وادي كنترول في، ده الامر اللي احنا هنشتغل عليه. بس ناخد بالنا احنا بس هناخد هنا من اول 86 بقى عشان ده 86 مش بروجرام فايل بس يعني، هتاخدوا كنترول سي وهتيجي هنا كده بدل بروجرام فايل دي هنا كده وهتقول له هنا كنترول في، تمام كده. طيب هتيجي بعد كده هنا على اسم البرنامج اللي هو فري كروب فيديو اهوت، هتاخدوا كده كنترول سي وهتيجي هنا بدل وير رير هتقول له هنا كده كنترول في، وهتيجي هنا دي الاكس اي اللي هي بتشغل البرنامج اهيت اف 2 عشان ناخدها كلها ايه كوبي يعني اهيت، وهنيجي هنا كده يا معلم ونقول له كنترول في. طيب يا عم شيتو ايه بقى التركيه او ايه المشكله هنا؟ بصوا يا شباب الفكره كلها ان الاوامر دي او الكود ده ما بيشتغلش وفي مسافات بين اسم البرنامج، يعني هنا لو نلاحظ او تاخدوا بالكم في كلمه فري وبعد كده في مسافه في كروب بعد كده مسافه كده فيديو، فانت المفروض تعالج الموضوع ده ازاي؟ انت هتشيل المسافه دي هنا كده وهتشيل بردك المسافه دي من هنا كده. طب كده خلاص بس يا عم شيتو؟ لا، هتيجي بردك على مكان البرنامج هنا ذات نفسه، وطبعا لو
اسم البرنامج هنا في مسافات هتشيلها. هو طبعا ما فيش هنا مسافات، بس لو في مسافات بين اسم البرنامج هنا هتشيلها وتطلع بره هنا كده برضك، وهتيجي على اللي هو فري كروب فيديو دي برضك وتعمل له هنا كده رينيم، وهتشيل اللي هو هنا كده برضك تشيل مسافات. وما تقلقوش يا جماعه، البرنامج هيشتغل معاكم عادي جدا وكل حاجه. هنا طبعا بيقول لك انت متاكد وكده يعني، بقول له هنا اه كونتينيو. طيب خلاص احنا كده جاهزين لكل حاجه. طيب في حاجه برضك يا جماعه لازم تفهموها برضك، ان الطريقه بتاعت ان انا اخد الامر ده كده كله كوبي وابدا اكرره عشان مع كل سطر افتح لي البرنامج مش هتنطبق مع كل البرامج. في برامج اصلا يا جماعه هو البلت ان بتاعها او المطور بتاعها خلاص هو مش مديها اصلا الحاجه دي، مش هينفع تفتح اكتر من مره، مش بقى يعني مش مهما عملت اوامر او ما تحايلت على الموضوع مش تفتح. من ضمنهم مثلا برنامج زي ده كده، انا برضك هوريكم حالا دلوقتي مثلا اهو، انا عملت له 3 سطور فالمفروض يفتح معايا 3 مرات، مش هيعمل كده، هيفتحها مره واحده بس. وهنشوف مع بعض دلوقتي يعني. هنقول هنا كده فايل، ونقول هنا كده سيف از، بكده ديسكتوب هنا مثلا، وهنقول هنا كده والله فري كروب فيديو مثلا، وهنقول بقى كده اللي هو دوت بات، وتقول بقى كده هنا سيف، واقفل ده هنا بقى كده خلاص، اقفل دي هنا كده. اه بصوا يا جماعه هضغط عليه اهوت، هيفتح البرنامج مره واحده بس مش هيفتحه اكتر من مره. واخدوا بالكم لولا حوار المسافات ده احنا مسحناه ما كانش هيشتغل معانا اصلا يعني. هو اشتغل معانا عشان احنا شلنا اللي هو المسافات، ومش كل البرامج هينفع معاها اللي هو موضوع ان انا اكرر الامر ده فيفتح كذا مره يعني. طيب دي كده يا جماعه كانت الطريقه اللي هي بالاوامر. في طريقه يا جماعه بصراحه يعني تافهه جدا وسهله جدا مش محتاجه كل التعب ده خالص. ايه هي؟ انتوا يا جماعه بمنتهى البساطه برضك، بس ارجع اقول لكم برضك ان دي مش هتطبق برضك على كل التطبيقات يعني، بس جربوها يعني. هنا مثلا ده برنامج زي اللي هو ميديا بلاير كلاسيك. بصوا يا جماعه انا مثلا لو شغلت هنا حاجه زي القران هنا مثلا يعني، تمام كده يا جماعه انا مشغل هنا اهو. بصوا يا جماعه بمنتهى البساطه انا لو جيت عليه كده وعملت كليك يمين واخترت اسم البرنامج تاني هفتحه تاني، ولو ضغطت تالت هيفتحه لي تالت، ولو ضغطت رابع هيفتحه لي، ضغطت 100 هيفتحه لك 100. انت فاهم اقصد ايه؟ ففي برامج بينفع معاها كده. فايرفوكس مثلا، ادي فايرفوكس لو فتحته مثلا يعني، تعالى كده اهو ادي كليك يمين على فايرفوكس تاني وقول له هنا اهو فايرفوكس، هتلاقيه فتح معاك تاني. ادي واحد اهو وادي التاني يعني، ادي اتنين اهم. تعالى مثلا كليك يمين تاني اهوت وقول له فايرفوكس، هيفتح معاك تالت. فهي بتنفع مع يعني مع تطبيقات وتطبيقات لا. فباشا دي كانت الطريقه معايا يعني، او يعني الحاجتين اللي انت ممكن تتحايل بيهم وتفتح التطبيق اكتر من مره يعني. فلو الحلقه عجبتك وشرح عجبك ما تخش على بلايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه انت مش مشترك، فزر الجرس، وبس كده يا شباب.